من أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن وعظمها، ثم ذكر فتنة الأحلاس. الأحلاس من الحلف. قالوا: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هرب وحرب، يعني يهرب الناس منها لينجوا بأموالهم وأنفسهم لما يكون من الحرب. وسميت بالأحلاس باعتبار الكساء الذي يوضع على البعير، فإنه إذا وضع يبقيه صاحبه فيلازم ظهر البعير، أو من الكساء الذي يوضع في البيت ولا يفارق البيت. ففيه بيان أن هذه الفتنة ملازمة.